اخواني الله ويد الله علم وعدد ما علم ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما علم وعدد ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا عزاؤنا واحد اخويا عزاؤنا واحد الله يجازيكم بخير كنعزيكم تانتوما الشعب المغربي وجمهور استاذ عبد القادر البداوي ومسرح البداوي في العالم كله كنحييكم وكنشكروكم اللي جيتوا عندنا وكتواسيونا الله يجازيكم بخير استاذ عاش حبيب الناس وهو كيحب الناس الحمد لله هو كانت وصيته يتدفن هنا في طنجة في السواني بلاد جدوده وفين كاين حبابه مدفونين هنا الحمد لله قدرنا الله اننا نوصلوا لهذا المكان الله يجازيكم بخير شكرا شكرا ودعيوا معنا دعيوا مع الوالد بالرحمه ودعيوا معنا بالصبر الحمد لله ماشي خساره في وجه الله مشى عند الله حبيبنا الله سبحانه وتعالى حتى حنا غادي نوصلوا عليه ان شاء الله نتمنى نوصلوا عليه مؤمنين متقين تائبين يا رب العالمين كنشكركم الله يرحم لكم الوالدين شكرا جزيلا الأستاذ عبد القادر البداوي رحمه الله هو أحد أعمدة المسرح المغربي طبعا علاقته لا تخفى على كل مغربي بكونه مرتبطا شد الارتباط بمدينة طنجة هي مسقط الرأس بالنسبة إليه ورغم بعدي عنه وانتقاله لمدينة الدار البيضاء إلا أنه ظل وفيا بروحه لهذه المدينة وبعشقه لها ولا أدل على ذلك أننا اليوم سنواري جثمانه الطاهر بهذه المدينة التي أوصى أن يكون آخر مرقد له في هذه الدنيا الفانية هي مدينة طنجة. طبيعة الحال كنت سعيدا بأن شرفني يوما واستدعاني لحضور حلقة من برنامج مسار لأقدم شهادة في حقه انطلاقا من كوني كنت أعيش أو ولدت في حي يرتبط به وجدانيا بمدينة طنجة وحي المصلى فبالرغم من أنه من أبناء حي السواني إلا أن له الكثير من العائلة بحي المصلى ويومها كان فرحا وسعيدا للغاية بهذه الشهادة التي قدمتها في حقه كفنان فد قدم دائما صورة متميزة على الإبداع المغربي بشكل عام شيف جوزان مراد العلاقة ديالي مع المرحوم الله يرحمه سيدي عبد القادر كان دائما فيما كيزور طنجة كان عندنا معاه دائما لقاء واكثر من لقاء مع الوالد ديالي لانه الوالد ديالي هو مؤسس اقدم جمعيه ديال الموسيقى العربيه في المغرب الان الله يرحمه واللي توليت انا رئاسه ديالها
فكان كيجي عندنا سيدي عبد القادر بحب ديالو الموسيقى الاندلسيه والعربيه، وكنا عملنا مهرجان هنا في طنجة واستدعينا هو ك يعني يعني هو اللي شرف على المهرجان معنا. فكان محب اولا في طنجة لانه طنجة هو الاصل ديالو، وثانيا كان في واحد التواضع يعني اللي ربما كيخليه يكون محبوب عند الناس كلهم. يعني حيت كنشوفوا مثلا الدور ديالو في شي فيلم ولا في شي مسلسل كنشوفوا بديك التصوير ديك الشكل اللي هو كيتقدم به، فهو هو هيداك يعني القلب ديالو هيداك، راجل يعني طبيعي وبشيش وعنده العلاقة المحبة مع الناس كلهم الله يرحمه. كان ترحموا عليه في هذا النهار الله يرحمه وسع عليه إن شاء الله، وكان عزيو الأهل ديالو وكان دعيو لهم بالصبر والصبر لنا كاملين، لأنه الحقيقة فرقنا واحد الحبيب اللي غادي يخلي الفراغ ديالو. وإن شاء الله كاين سيدي عبد الرزاق خاه يتسوى يتفادى إن شاء الله، ورحم الله كل موتى ديالنا إن شاء الله. وصلني خبر رحيل لهذه القامة المسرحية الكبيرة يعني عبد القادر الرشدي مساء هذا اليوم بالضبط، وارتأيت أن أكون من بين الحاضرين لتشيع جثمان هذا الرجل الذي أرتبط معه يعني في العديد من المناسبات بعلاقة صداقة وطيدة ومتينة. منذ أن شاهدت له مسرحيتين بمسرح سيرفانتيس في أوائل الستينيات، الأولى في انتظار القطار والمسرحية الثانية بعنوان المجنون، وانبهرت بهذه القدرة الخارقة التي يمتلكها سي عبد القادر بدوي رحمه الله على الخشبة، وتجددت علاقتي بالرجل كلما حضرت لقاء ثقافيا سواء بمدينة الدار البيضاء أو بمدينة الرباط، كان دائما يؤكد حضوره وكان يدلي بدلوه في العديد من القضايا الثقافية، لأن الرجل كان يمتلك حسا ثقافيا عميقا جدا. كان يعاتبني عندما ألتقيه من حين لآخر لأن طنجة لم تفكر في إقامة تكريم يليق به في الوقت الذي كان يعتز دائما، وهو مقيم منذ طفولته عندما كان يعني في طفولته يعني بمدينة الدار البيضاء دائما يعتز بانتمائه إلى مدينة طنجة. وكي تلقاني كيقول لي سي عبد اللطيف أنا يما راهي عمرتي أنا ولد السواني وأنا مع هادو دائما يعني كنفتخر، كنقول لهم أنا طنجاوي والنهار اللي غادي نموت إن شاء الله كنقول له بعد طول العمر إن شاء الله سي عبد القادر، كيقول لي النهار اللي نمشي عند الله إن شاء الله يجيبوني لطنجة، أنا باغي يدفنوني في مدينة طنجة. وهل أمنية ديالو مسكين تحققت؟ في واحد المرحلة غادي نسجل معاه واحد البرنامج مطول سميته مذكرات، يعني امتد لأكثر من 5 ساعات بمدينة الدار البيضاء، وكانت مناسبة لكي يفصل الحديث عن مسيرته الحياتية والفنية يعني بتفصيل دقيق. ومن ثم فين عرفت انا يعني الاب ديالو انه كان في الريجي طابا، وان من بعد ما حولوا الريجي طابا الى مدينه الدار البيضاء يعني مشى مع الوالدين ديالو الدار البيضاء، وكيفاش التحق بالمسرح العمالي اللي كان تابع للاتحاد المغربي للشغل. فعلى كل حال سي عبد القادر كان واحد الشخصيه مرحه، شخصيه طيبه، يتميز يعني بعزة النفس وبالإباء، كان رجلا أبيا ولم يستجد أحدا يعني، ورسخ يعني واحد التوجه مسرحي خاص به. يعني كان تيارات مسرحية عندنا في المغرب يعني الأسلوب المسرحي للطيب صديقي أو للطيب العرج ولا هذا، بالنسبة لأحمد الطيب بالنسبة لسي عبد القادر البدوي كان يعني عنده الأسلوب دياله الواقعي يعني الاجتماعي إلى آخره. فرحمة الله على هذا الرجل، وكما أوصى نحن بانتظار وصول لجثمان هذا الرجل إن شاء الله ليوارى التراب في أرض هذه المدينة الطيبة المباركة مسقط رأسه هي مدينة طنجة. الرجل يعني حقق من الشهرة والنجاح ما يكفيه، يعني أعتقد أنه ماشي أعتقد يعني أكيد أنه كان أبا مثاليا، وكان
رب أسرة مثاليا أيضا، ويشهد على ذلك الطريقة التي كان يتعامل مع بها مع أصدقائه. إضافة إلى هذا يعني الرجل كان صريحا، يعني لا يماري ولا ينافق أحدا، يعني لنقول العائلة ديالو نقول ودينا نرجو دور العائلية ديالو يعني هنيئا، لأن هذه الشجرة الطيبة يوجد من بين فروعها واحد الفرع سميته سي عبد القادر البدوي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.